قدمت لجنة التحقيق البرلماني حول نظام التعليم في تشاد وكذا السياسة الوطنية للشباب قدمت بيانا صحفيا معلنة بذلك بداية نشاطها المتعلق بالقيام بكافة التحقيقات الخاصة بعرقلة النظام التربوي لها وتقديم المقترحات اللازمة من أجل إيجاد حلول ناجعة. نستمع إلى بيان اللجنة مع أحد أعضائها وهو النائب البرلماني محمد أحمد بشير، وذلك في ميكروفون الزميل محمود حسن سمو. إن التحليلات الأخيرة لقطاع التربية الوطنية قد قدمت فحصاً حاداً لنقاط القوة والضعف في سير نظامنا التربوي والتدريبي، ونبهت هذه التحليلات الفاعلين الوطنيين والدوليين لكي يجدوا على الفور وبقدر الإمكان الطرق المناسبة لإعادة تأسيس المدرسة التشادية بناء على أسس جديدة. ومن هنا فإن الجمعية الوطنية عبر السؤال الشفوي الذي قدمه النائب جدنجار باسا قد استمعت إلى كل الوزراء الأربعة المكلفين بالتربية بتاريخ ما بين 14 إلى 16 يونيو 2017. على إثر هذه الاستجوابات اعتمدت الجمعية الوطنية القرار رقم 001 جيم واو 2017 بتاريخ 3 يوليو 2017 الذي يقضي بإنشاء لجنة التحقيق البرلمانية لكي تتابع مع الوزراء المكلفين بالتربية في تشاد وللبحث عن حلول للعديد من حالات الغموض الاجتماعي الذي يضعف نظامنا التربوي. بعد تأسيسها بالقرار رقم 104 جيم واو ميم ألف عين 2017 بتاريخ 14 يوليو 2017 انتخبت لجنة التحقيق البرلمانية مكتبا يتكون من 7 نواب برئاسة النائب موسى خدام وهو النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية. وبعد اعتماد فتر دفتر مهامها وخطة عملها وإرسالها إلى رئيس الوزراء رأس الحكومة فإن اللجنة تعمل الآن على قدم الوساق. وبما أن التربية قضية تهم الجميع وتمثل أولوية وطنية فإن اللجنة تعتمد على مساهمة كل المواطنين على كل المستويات لمساعدتها في أداء مهمتها في أقرب الآجال.